او بسياسات او بالتشريعات اللي ممكن تخش لمجلس النواب هنسوق مصر. وانا اعتقد ان الفتره الجايه عاوزين نروج عن مصر بره، عاوزين نتكلم عن مشروعات ضخمه في مصر حقيبه. لما نعمل المؤتمر النهارده مؤتمر محلي، يعني زي ما انتم شايفين احنا بنتكلم على مستوى القطاعات المختلفه في مصر، لكن النقله الجايه عاوزين نكلم العالم كله بقى. فالعالم كله لو عاوزين نكلمه هنقول له مجموعه رسائل، هنقول له عندنا مشروعات كذا وكذا وكذا في المكان الفلاني بمواصفات معينه او حزمه تحفيزيه معينه. انا ارجو ان شاء الله المؤتمر القادم نكون جاهزين ونقدر نقدم فيه مشروعات القيمه المضافه وصناعات المستقبل في خليج العقبه. شكرا معالي الوزير مره اخرى على ما ابدعت فيه. شكرا. اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل. الحقيقه النهارده معانا عملاق. معانا رجل سياسات ماليه، سياسات ائتمانيه، وسياسات اقتصاديه. الرجل ده لما بيبدع بافكاره، بيطلع سياسه مصحوبه بتشريع، مصحوبه بممارسات. هنا الابداع الحقيقي. للوزير المتخصص اللي عارف هو رايح فين وعاوز يعمل ايه. مسك قطاع ضخم. قطاع 119 شركه، تقريبا كان 50% منهم شركات خسرانه ان لم يكن اكثر. لكن قدر يرى حد للنزيف. قدر يعمل قيمه مضافه حقيقيه لكل الشركات. قدر يعمل قانون يحمي بيه الشركات وحقوق العمال، وفي نفس الوقت يوقف النزيف يعني المستمر لهذه الشركات. انا الحقيقه بحييه، هو مستعجل جدا، لكن انا لازم اديله حقه. في مؤتمر زي ده لازم يعرف انه عمل عظيم، كلنا بنجله وبنقدره. معالي الوزير، يو هاف ذا فلور. شكرا سياده النائب، وبشكر